ساعدناهولي بدني. We have to share. Just keep your mouth about 5-10 centimeters away from the mic. I think they're all on. Hello. بس قولي لي next slide and I need to move. Okay. كم عندك slide؟ بس ناطرين كرم بستاني. Anyone's. في نحن عايزنا. She's outside. طيب أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. المحاضرة الأولى جين بنيت على النساء في الإعلام وخاصة النساء السود African Americans بالولايات المتحدة. بعرف أول سؤال كان لما بنحكي عن نساء بالعالم العربي. رح نحكي عن نساء بالعالم العربي. بعد ناطرين كارين للحظة هلا بتجي بتشاركنا بعد شوي. خليني بلش أولا أقول إنه ما في عنا كفاية باحثين وباحثات بهذا الموضوع. فمن الضروري خاصة الطلاب والطالبات اللي بيناتنا عم بيعملوا ماسترز أو دكتوراه أو بدهم يعلموا بهذا المجال يعرفوا إنه في أطنان من الأبحاث نحن بحاجة لها نعملها. نحن بحاجة لمحاضرين ومحاضرات بهذا المجال، لباحثين وباحثات، ومثل ما قالت جين كمان نحن بحاجة لنساء نحن بحاجة لنساء تقدر تنتج إعلام وتنتج صورة المرأة بالعالم العربي. بإحدى الدراسات اللي عملتها أنا وزميلتي سارة ملاط اللي كان المفروض تكون معنا بس طرأ عليها موضوعها اللي ما قدرت تكون، وجدنا انه 75% من طالبات الاعلام من طلاب الاعلام هم نساء. 75 ثلاث ارباع. اذا بتطلع حواليكم بشكل عام بالصف وقت بتكونوا عم تاخذوا اي صف ماده اعلاميه 75% من الطلاب نساء اذا مش اكثر. وقت بننتقل لعالم الاعلام الرقم بصير 33%. يعني أكثرية نسائية من طلاب الإعلام. ننتقل لمجال الإعلام بشكل عام بالصحافة بالأدفرتايزين بكل المجالات 33% بيصير عدد النساء و67 عدد الرجال. إذا بنطلع شوي على مستوى الإدارة مانجمنت الأرقام بتصير 22% نساء 78% رجال. إذا بنضل طالعين لمستوى الغفرنس يعني الملكية الإعلامية، الأشخاص اللي بيملكوا المؤسسات، الأشخاص اللي بيقعدوا بالبورد ميتينجز اللي بيقرروا استراتيجية المؤسسة الإعلامية بنلاقي 15% فقط. هي ال 15% كمان شوي مش دقيقة، لأنه يعني إذا بنطلع على ال 15% إذا بنطلع على الأسماء بنشوف إنه يا بنت مسؤول سياسي، يا زوجة مسؤول سياسي، يا أخت مسؤول سياسي. يعني قوة الإدارة، قوة الملكية مش بإيدها. بإيد الرجل اللي له علاقة معه. للأسف هيدا بالعالم العربي. فهيدي مشكلة كبيرة عندنا إياها. بتذكر إحدى الأمور اللي كانت عم تطرق عليها جين وعطيت مثل مادم سي جي واكر إنه بلشت ب حقول القطن. حقول القطن اللي نحن بشكل عام اللي ما بيفهم ما مش عارف تاريخ امريكا وتاريخ العبوديه، يعني هي بلشت من العبوديه وانتقلت لصارت انتربرنور ومليونير. انا اتقصدت اطلب من جين انه تبلش بالمحاضره عن موضوع فيمينيزم اند افريكان امريكانز، السود بامريكا بشكل عام، لانه في كثير مقارنات فينا نعملها، في كثير دروس فينا نتعلمها من هيدا الموضوع. الدراسه نفسها اللي عملناها كمان لقينا انه في مشكله كبيره عم تواجهها النساء
عم تمنعهم يقدروا يفوتوا على مجال العمل وعم تمنعهم يقدروا يترقوا الى درجات عالية بالإدارة. لقينا انه بين كل ثلاث اعلاميات اثنين منهم اختبروا او واجهوا التحرش الجنسي على الاقل مرة بحياتهم. اثنين من ثلاثة. واعلامية من كل 10 عملنا معهم احصاء، عملنا معهم استبيان، اعلامية من كل 10 فكرت تترك الشغل بسبب التحرش الجنسي. يعني في عندنا مشاكل عدة كثير مش رح اضطر لها، بس عم بعطيكم مثل ما بيقولوا رؤوس اقلام عن هذا الموضوع. هذا لبنان والعالم العربي. لبنان العالم، حتى بدول ثانية مثل مصر مثلا لسه الاعداد مرتفعة اكثر. طيب رح اوقف هون واعطي المايكروفون لمجموعة من النساء اللي بيشتغلوا بمجال الإعلام بمجالات مختلفة. نحن تقصدنا أنه نختار نساء من مجتمعنا بمستويات مختلفة بمجال عملهم بإندستريز مختلفة باختصاصات مختلفة، رح أعرف عليهم بشكل بسيط وأسألهم هن يعرفوا أكثر عن حالهم ويقولوا لنا يشاركونا مواكبة عملهم من البداية لهذه اللحظة. معي أولاً معلش أقول first name on a first name basis. Is that okay? باتريسيا شرفان اللي هي مسؤولة عن هوم ماجازين، مديرة المجلة وإعلامية وناشرة. كارم بستاني بتشتغل على السلايد هلا مظبوطة. مسؤولة في مجال الإعلان advertising وكاتبة وشخصية تلفزيونية. معي فايا يونان فنانة صاعدة ومن أوائل الفنانات بالعالم العربي بالشرق الأوسط اللي استعملت الكراود فاندينج لتقدر تنتج أغانيها وفنها. معي كمان نادين مصدوم صحفية صاعدة وناشطة خاصة بالسوشيال ميديا، عندها البلوج نيوز روم نوماد وكمان بتشتغل اليوم بستيب فيد، بس رح اترك التفاصيل لإلك. ومعي حدي هون زميلتي نادرة عساف أستاذي. طب الباقي ما بيطلع لهم يعني؟ أستاذي بمجال البرفورمينج ارتس وخاصة الرقص دانس وباحثي ايضا في هذا المجال. طيب رح بلش، نحن جاهزين للسلايدز ولا فينا نبلش مع حدا تاني؟ جاهزين؟ اوكي. طيب رح اسال حضراتكم تعرفوا عن حالكم بشكل شوي اطول وتقولوا لنا وين بلشتوا وين انتوا اليوم هون، والسؤال الثاني رح نفوت بمجال الاوبستكلز والمشاكل اللي واجهتوها. اوكي ممكن بلش مع باتريسيا بليز. بونجور. اول شيء انا الحقيقه هالبانل كثير قريب على قلبي لانه انا بلشت كله المجال بالشان العام ب بالYWCA heading the center for women in crisis. So I volunteered for 10 years لشؤون المراه. And then I founded a company اسمها بيدرايا. بيدرايا اسمها لأنه هي إلهة فينيقية، إلهة النور. وأنا برأيي أنه هذا الدور الأساسي للمرأة يلي هي بتطور المجتمعات وهي عنصر كتير أساسي لتكمل مجتمعاتنا، لأنه هلأ مجتمعاتنا نصها شغال functioning. الماجازين يعني هي وراكم، هاي الماجازين هي بتحكي عن كل شيء بوزيتيف بلبنان، كل شيء ايجابي من كل المبادرات، من المبادرات الفنيه بالاعمال، وبتعمل اتصال مع اللبنانيز دياسبورا مع الانتشار اللبناني. سو بنحكي عن كل شيء بوزيتيف بلبنان وخارج لبنان.
نعم كمان أنا بفكر إنه الكالتشرال دبلوماسي يعني دور الفن والفنون بتغيير الأوطان وخصوصا الأوطان العربية شيء كتير مهم، وهيدي هي البلاتفورم يلي نحنا بنشتغل فيها. So Home Magazine is a platform، مجازين صحيح بس نعمل كتير إيفنتس يلي بنعمل بروموشن فيها للبنان أو للفنانين اللبنانيين أو لكل شيء بوزيتيف إنيشيتيفز بلبنان. So الكونتنت تبعها مثل ما قلت بنحكي عن كل المواضيع كل السيكتورز بلبنان بس كلها بطريقة إيجابية، ومثل ما بنعرف نحن عادة الإعلام خصوصا بلبنان ما في أبدا إيجابية. So هيدي النيش اللي نحن بنشتغل فيها. والشركة يلي أسستها من نعمل بروموشن للسي اس ار كوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي يلي بالانكم تبع الكوربريت فيها تعمل سوشيال امباكت يعني فيها تعمل تغيير، وهون بيتصلوا الاعمال ببعضهم لانه الهدف تبع بيدرايا هو السوشيال امباكت. المجازين اتس ا بلاتفورم مثل ما قلت هي مساحه فكريه في كثير ناس بيكتبوا فيها منهم اعلاميين يمكن وفي كتير أكيد إعلاميين. هذه هي الإكزامبل الورانا كيف الناس بيكتبوا. سو في معنا تلاميذ فيهم يكتبوا، في سي اي اوز، في ناس من جوفرمنت، يعني أني ووك أوف لايف. هول الأعمال تقريبا بنعملها. هيدي مثلا بروموتينج لبنانيز فيليجز، هيدي كان بضيعة غزير يلي أخذنا دبلوماسية على ضيعة غزير، تعرفنا على تاريخها وعملنا أرتيكل من وراها. وإشياء أحداث تانية كتير. هلأ بقلب الكونتنت تبع المجازين أم The Editor in Chief دايماً عندي حرص على دور المرأة لأنه هي نيرتشرر أول شيء، يعني هي بالدي إن إيه تبعها بتحافظ على الأوطان بتصور، ودايماً بكل الأشياء إذا منشوفهم الاكزامبلز بنجرب اول شيء يكون عندي جندر لانس، يعني الكفرز مش دائما يكونوا رجال، جوا الكونتنت دائما يكون 50-50، ونضوي اكثر على اعمالها. يمكن نحكي باطار الحديث اكثر عن هذا الموضوع. ثانك يو كارين، ثانك يو باتريسا. كان ظبطت السلايدز تبعك؟ جاهزين السلايدز تبع كارين ولا It's a video. Okay, طيب كارين ممكن نبلش معك ولا نبلش الفيديو؟ معلش بس. Yes, sure. Hello, كارين بستاني. أولاً بقول إني alumni LAU. I'm always proud of that. ما بعرف إذا مش من زمان قدرتوا تحضروا الانترفيو اللي عملتها مع دكتور جبرة بضمن برنامج اللي أطلقته فكرتي وإنتاجي أسماء من التاريخ اللي يعرض على LBCI. أسماء من التاريخ هو برنامج كل شيء بعمله بحياتي أنا بعمله بشغف. بتصور إنه المرأة أو الرجل إذا ما كان عندهم شغف للي بيعملوه ما بيقدروا ينجحوا ولا يوصلوا. صعوبات كتيرة رح نبقى نحكي عنها، وأكيد إذا مرة صعوبات أكتر، ومش بس بالعالم العربي. أنا عشت برا حتى بأوروبا أو بأمريكا، المرأة عطول بدها يكون عندها جهود أكتر لتوصل، مع انه اكيد طاقاتها واكيد الرجال الموجودين هون بيعرفوا انه طاقات المراه اغلبيه الوقت اقوى من طاقات الرجل لانه بتلحق تعمل كل شيء وبتنجح فيه. رح احكي سريعا عن حالي. بعمر 7 سنين بلشت اكتب لانه عندي شغف للكتابه باللغه الفرنسيه، واطلقت اول كتاب كتبت يعني ونشرت اول كتاب لي سنه 2007 اللي هو اودولا دو لا فوت او ما وراء الخطيئه. عم بحكي عن الرجل والمرأة مثل آدم وحواء، وعطول المرأة هي أم، هي أخت، هي بنت، هي زوجة، يعني هي أكثر من نصف المجتمع. وكل حياتي حبيت أني صوت الضوء عليها. ولما توفى الوالد اللي هو مغترب وعنده قصة نجاح كتير حلوة من 5 سنين كتبت له كتاب اسمه Mon père le roi du monde أو أبي ملك العالم، لأنه كان اسمه ريمون يعني ريموندو روا دي موند، لأنه كمان الرجل وقت يكون عظيم
بيقدر يوصل ويوصل المرأة معه لما يكون عنده احترام لها. وأنا الوالدة كمان ساعدت بي بالاغتراب، من هون كمان خلق الشغف اللي عندي لبرنامجي أسماء من التاريخ، اللي من سنة 2012 اليوم استضفت أكثر من 350 شخصية لبنانية ناجحة بالعالم، يعني من أصل لبناني، منهم رئيس جمهورية البرازيل ميشيل تامر، كارلوس غوسن، دكتور شاد العشي مدير الناسا وإلى آخره. واللي فيه يقوله أنه كانت صعبة وحلوة أنه نقدر نفوت ونكون أول كاميرا لبنانية وعربية بالناسا وبقصر الجمهوري بالبرازيل وإلى آخره. حبي للكلمة وحبي للكتابة اللي أوصلني اليوم لكل شيء بعمله بحياتي، إن كان أكيد الكتابة ونشرت أكثر من 3 كتب، إن كان أسماء من التاريخ البرنامج اللي بحبه واللي مكملة فيه واللي كتير بياخد من وقتي، ولكن اللبناني اللي بينجح برا هو صورة كتير جميلة اللي بحب إنه الجيل الجديد يتربى عليها، لأنه اليوم لسوء الحظ بمجتمعنا بلبنان ما في كتير رجال ونساء نتمثل فيهم. فينا نتمثل باللبنانية يعيشوا برا، لأنه النفسية والطاقات اللي عندهم إياها قدروا يحققوها أكثر من هالبلد. ويمكن أهم شيء إنه عندهم هالتواضع اللي ما عندهم إياه أغلبية اللبنانية. وسنة 2005 من بعد خبرة بمجال الإعلانات كمان أسست شركتي I Strategy Business Communication، اللي هي شركة Advertising Marketing Production، لأنه أنا بنتج، أنا اللي بنتج برنامج أسماء من التاريخ. كارين بس تبعدي شوي على الميكروفون. Thank you. So يعني اليوم التواصل مع الآخرين هو أهم شيء. نحنا يمكن مش صغار ولا كبار، يعني بأعمارنا 40، يعني بدنا نضلنا بتواصل مع الـ young generation، مع الأكبر منا. من هيك الإعلام والإعلان والكتابة هن أهم أمور التواصل. شكراً. Thank you. إذا بس بدي أطلب من الكل بس بعد حوالي 5-10 سنتيمتر عن الميكروفون. صباح الخير. بتصور واحدة من الهاشتاجز اللي أنتم تستعملوها بأمدي لاب هيدا السنة هي reinventing communication. بلشت أنا بالميديا بحرب تموز بال 2006. كنت بالصحافة الأمنية والصحافة war correspondent. وقتها كنت أنا مش reinventing communication. I was trying to find out، يعني عم جرب اكتشف شو هي الكوميونيكيشن وشو دور الإعلام بالمجتمع بنقل الخبر وبتوصيل رسالة معينة. تعلمت كتير بوقتها، صدمت باللي عم بيصير، مش بس من الأحداث اللي كانت عم تصير حوالي بعمر 21 سنة. يعني فتت بجو حرب وبجو نيوز روم يلي هو شوي قاسي لشخص بعد ما نخرج من الجامعة. انصدمت بكمية الفساد يلي شفتها بالنيوز روم، انصدمت بكيف التعامل عم بيصير مش بس بين الرجال أو من الرجال اللي عندها سلطة على النساء، من النساء على النساء بحد ذاتها. من وقتها قدمت بالشغل، فتت مش بس يعني كصحافة أمنية، غيرت، جربت، غيرت، أقلمت مع الواقع اللي كان عم يتغير حوالي، ومنه تغير الميديا، تغير الميديا كلايمت اللي كانت عم بتصير. انتقلت من الصحافة الأمنية لفتت على الصحافة الرقمية اللي هي كل شيء خاصه بالأونلاين وورلد، أونلاين جورناليزم. وهون كمان لقيت الصعوبات اللي هي عن كيف الأونلاين وورلد عم بيغير الصحافة بحد ذاتها. يعني انتقلنا من أنه نحن عم ننقل الخبر، صرنا نحن عم نصير ريسيبينتس تبع الخبر، يعني نحن صار عم يوصلنا الخبر مش عم نكون نحن المصدر الأول. سو هون بتشوفوا الداينامكس كيف تغيرت، بين ما أنه تنتقلي من صحافة على الأرض لصحافة وراء اللابتوب أو صحافة هي الرقمية، لتشوف الداينامكس كيف عم تتغير كمان بالنيوزروم. بال 2015 حسيت حالي مع الأزمة النفيات اللي صارت بلبنان، أنه بعدني أنا I'm trying to answer، عم جرب جاوب على هذا السؤال، شو هو الميديا؟ شو أنا دوري بهذا المجال؟ حسيت أنه قد ما عم بشتغل ومع أني انتقلت من الصحافة على الأرض للصحافة الرقمية، أنه بعدني ما عم وصل الرسالة اللي أنا حبيت من أول ما تخرجت أنه وصلها. من هون تركت الشغل يلي هو كان بالتراديشنال ميديا اوتلت، كان كل حياتي، وقررت انه اخذ نوع من الهايتس، يعني شوي هيك بريك، واسس البلوج تبعي اللي اسمه نيوز روم نوماد. بالبلوج هون كان عندي المساحه والحريه انه اكتب انا شو بدي اكتب ووصل شو بدي وصل، مع الخبره يلي اخذتها من التراديشنال ميديا وبلا ما يكون عندي اي نوع من القيود.
ركزت كثير على الصحافه البيئيه، ركزت انه يكون عندي سبيشاليزيشن، يعني انا بلاقي انه هذا شيء ناقص بعده بالعالم العربي، ونقيت ركز على الامور النسويه. ومن وقتها ومع انه انا نقيت البلوج تبعي انه يكون لونج ريد، يعني مش انه قصار الفورمات او يكون مثلا خبر قصير، يكون لا ديتيلد وفي كثير يعني من البحث، انه كثير ناقصنا احنا بحث انه حطوا اونلاين. يعني لقيت انه في تجاوب، ومن هون بسطت كثير بردة الفعل، خصوصا من النساء، خصوصا من البنات، خصوصا من المجتمع النسوي، من البيئيين، يعني جمعت ما بين البيئيين والفكر النسوي، وانطلق نيوز نوماد من وقتها لهلا، وعم لاقي فيه نجاح كثير. رجعت على التحرير، عم بشتغل هلا انا كسينيور اديتور مع ستاف فيد، وكسينيور اديتور انا انفولف بالاديتوريال لاين. بهذا الاديتوريال لاين عم نجرب قد ما فينا، مثل ما بقولوا بالانجليزي تو بوش ذا انفلوب، قد ما فينا نغير بالنهج اللي موجود ويلي ورثوا شوي الاونلاين وورلد من التراديشنال ميديا، تو بوش ذا انفلوب، نحط افكار اكثر نسويه بالايثر، تنجرب قد ما فينا نغير بمجتمعاتنا بطريقه سليمه يعني. سو كيف نحن عم نعمل انفنشن للميديا بهالطريقه؟ بانه تخلوا شوي عن القيود، ما كثير تكونوا مقصورين وتاخذوا ريسكس اكثر. وحب خبركم اكثر، بس سالوني انتم شو عندكم اسئله ونكمل. شكرا. ننتقل للطاوله الاكثر فنيه. طيب. صباح الخير، ما بعرف صباح الخير بس كثير بعيد. صباح الخير، انا اسمي فايا يونان، بغني، بلشت غني بشكل محترف من سنتين ونص تقريبا. درست شيء مختلف تماما عن الموسيقى، درست اداره اعمال وايكونومكس بجامعه ببريطانيا، غلاسكو يونيفرسيتي، وتخرجت وكنت عم اشتغل بهذا المجال. بس يعني بلشت اشتغل بسوني ميوزك، يعني كنت بالفاينانشال ديبارتمنت بس بسوني ميوزك، يعني ضليت قريبه على الموسيقى، لانه كنت احس دائما انه صعب. يعني اليوم في كثير فرص، بس كمان يعني عالم الموسيقى وعالم الفن كثير كبير، فما كنت عارفه. هلا موصل بعدين بخبركم قد ايه طلع يعني سلس الموضوع، بس ما كنت عارفه انه كل شخص قادر يوصل من منبره الخاص. فتركت، يعني ضل الفن مثل حلم بعيد، وحتى قدمت على برامج مواهب ورفضوني. فكنت بكل هالعمليه انا كنت فاتحه يوتيوب شانل، وكنت عم حط فيديوز انا وعم غني، وعندي شغلي الثاني اللي عم اشتغله. لحد ما بال 2014 نزلت على قناتي على اليوتيوب فيديو مع اختي ريحان، وكان هالفيديو كنت انا عم غني، وريحان اختي كمان اعلاميه، فبتيك توك كانت عم تلقي نثر عن الشيء اللي عم يصير ببلادنا. طبعا هذا الفيديو ما كنا مخططين له انه ينتشر هالقد او انه يعمل اي شيء، بس بعتقد كان صرخه او حبينا نعبر بطريقتنا نحن. وبتذكر كيف طلعت الفكره، انه كنا نحن قاعدين قدام التلفزيون وعم نحضر اخبار، فالاعلام يعني من قناه لقناه عم نشوف بس اخبار سلبيه عن العراق وفلسطين ولبنان وسوريا. بتذكر صيف 2014 كان كثير دامي، فيعني طفينا التلفزيون وقررنا انه نحن نعمل شيء. فمن بعد هذا اليوتيوب فيديو صار في كثير يعني ميديا اتنشن، عم بحكي عن الاعلام التقليدي، يعني صار في اهتمام. الكونفنشنال ميديا اجت تغطي هذا اليوتيوب فيديو. وبتذكر وقتها يعني حتى كان بهي الفتره كان في فيديو انتشر كمان يعني توينت فايرل عن مراه ترجم من داعش. ويعني بشكل عام كان هالفتره كثير صوره المراه العربيه انه هي ضحيه، انه هي ضعيفه. فلما طلعنا انا وريحان بهذا الفيديو، كان كثير فيديو سمبل، يعني ورانا حيط ابيض ونحن لابسين اسود وبس عم نحكي ونغني، يعني هي التركيز كله على المسج، يعني على الرساله اللي بدنا نقولها. فبتذكر صار نقارنه بانه اوكي، يعني على فكره يعني في المراه العربيه فيها تكون قويه، خاصه المراه المشرقيه عم نحكي، لانه هالبلدان كثير عم بتعاني. فبتذكر هي المقارنه اللي صارت. من بعد هذا الفيديو انفتح كثير ابواب، يعني لاثنيناتنا طبعا اخذنا خطوط منفصلين، وانا فكرت انه يمكن هاي الفرصه، يمكن مش بحاجه دائما
يعني اليوم بيقولوا لك إذا حدا صوته حلو روح على برنامج هواة أو شوف منتج ينتج لك شيء. فأنا قررت إنه لا، أنا بلشت يعني بشكل مستقل، فيني كفي، فيني جرب. طبعاً إجت عروض، يعني تواصلوا معي كثير منتجين شركات ومنتجين يعني مستقلين، وكنت أنا يعني إنه قعدت معهم بشوف إنه شو في عنهم، وبتذكر بهدول اللقاءات إنه أنا كثير انصدمت صراحة، لأنه أنا فايتة كثير بريئة، وبدنا نعمل موسيقى تغير مدري شو هيك وهيك، وهن إنه بس إنه سوري نحن بنعمل بس يعني حنعمل كوميرشال، لأنه ما رح ناخذ أي مخاطرة، ما بنعرف هاي الموسيقى اللي أنت عم تحكي عنها إذا بتبيع أو لا. نحن لما بنع يعني بدنا نعمل غنية بنجيب لحن وكلام اوريدي نسبه النجاح فيهم مضمونه، لانه احنا بدنا نعمل مصاري. وانا هيك انه شو فانه هون تعرضت لكثير يعني صدمات، انه عن جد مثل ما بنشوف بالتلفزيون انه اغلب المنتجين للاسف اكيد مش كلهم، بس اغلب المنتجين هن يعني حيفكروا بالمردود المادي، فما حيفكروا مثل ما حكيتي اول شيء انه دور الفن بانه بنغير مجتمعاتنا وهيك، هيدا مش موجود بعالم الفن اللي عم نحكي الكوميرشال او التجاري. فايه من بعدها قررت مثل ما قالت رجال انه يعني لفتتني فكره الكراود فاندينج او التمويل الجماعي. هي مش كثير منتشره ببلادنا، بس هي موجوده وفي مواقع بتعملها. هي الفكره قائمه انه اي حدا عنده مشروع ابداعي فيه يلتفت لهاي المنابر ويحط مشروعه بالتفاصيل ويحط هدف مادي، انه انا مثلا بدي 10,000 دولار لاعمل غنيه، وبدي 20,000 لحتى اعمل غنيه وكليب. بنحط الهدف المادي وبنحط المشروع بالتفاصيل، واي حدا من اي مكان بالعالم يعني عنده كريدت كارد فيه يمول المشروع. طبعا انا فتت على المشروع يعني كمان مخاطره، ما بعرف اذا حينجح او لا، ما بعرف كيف ردات الفعل حتكون. هي كفكره انه نحن اليوم بمجتمعنا عالم بتلم تبرعات، اوكي في كثير حروب بتلم تبرعات لمساعدات، لا انا جاي عملم تبرعات لغنيه وما بعرف كيف الناس حتتفاعل مع هذا الموضوع. فالحمد لله انه نجحت الحمله وعملت غنيه وكليب. هي كانت يعني هاي الغنيه هي اللي حطتني كمغنيه، لانه صار عندي السنج لا هي بعد لبلادي عملت احب يديك، لانه لبلادي كان الاغاني اللي عم غنيهم هن اغاني السيده فيروز، فهن كوفرز مش اغاني، وكل اليوتيوب فيديوز يعني من قبل احب يديك كانوا اغاني اوريدي موجوده. فهي الغنيه هي اللي وضعتني انه كمغنيه. من بعدها صار في اعمل حفلات على مسارح، عملت حفلات بلبنان بسوريا بالاردن بمصر بدبي، كنت بالحفلات عم غني يعني احب يديك وغنيه ثانيه سنجل والباقي كوفرز. بس من بعد هالحفلات اللي عملتهم قدرت انا جمع يعني مبلغ مول في البومي كامل. فاليوم انا عندي البوم فيه 9 اغاني كلهم اغاني خاصه، ما التفتت هالمره، ما عملت كراود فاندينج ولا التفتت لمنتج، قدرت انا موله كله. بس هذا ما كان حيكون ممكن لولا حمله التمويل الجماعي اللي صارت بالاول، واللي هي حتى يعني كانت مثل السوشيال ميديا، يعني مثل الفيديوز اللي بحطهم على اليوتيوب والفيسبوك، هي 1-to-1 يعني مباشره مع الجمهور او مع المستمعين اللي مهتمين بالموضوع. ما كنت بحاجه لوسيط بالنص، يعني ان كان اي وسيله اعلام، بالعكس الاعلام صار يغطي هذا يعني حمله التمويل الجماعي. بدي اذكر الكل انه يوم الجمعه بحفل الاختتام فايا رح تكون معنا ورح نسمع صوتها يوم الجمعه. شيء يعني هذه هيك مقدمه، وكمان يعني ناطره اسئلتكم اذا في شيء أنا صوتي شوي عالي، ما بعرف إذا بوز الميكرو إيفن، بس دايماً وقت اللي بينطلب مني أحكي قدام العالم فضل أحكي من دون كلام. أنا من أنا وصغيرة بعد إنه الجسد هو معبر أكتر كتير من أي كلمة، وأنا محظوظة إنه من عمر كتير صغير عرفت شو الشغف تبعي. وقبل ما أكمل بس بدي أعتذر لأنه لغتي الأساسية مش عربي، بعتذر إذا غلطت. أوكي معلش.
عربي احسن مني. لا اكيد لا. كمان فكرت شوي انه لشو جاد دعاني لكون موجوده مع هالنساء كلها، وانا خيارة بيناتهم اكيد. عمري 54 سنه وإلي 51 سنه بالمجال اللي انا فيه. هلا بتفكروا شوي، بتعملوا الحساب، بتقولوا اوف 3 سنين. نعم، بالثلاث سنين بلشت اتعلم ارقص. هلا اكيد مثل كل ولد عمره 3 سنين ما كتير يمكن عنده هو خيار امه او بيو يجبروه جر تيروح يعمل شيء. انا بتخيل انه لو اهلي كانوا موجودين اليوم بيقولوا لكم ما كان في لزوم يجروني، كنت انا راكبه سابقتهم بشواط. انا محظوظه لانه من اول عمري، اول ما بوعى على الحياه عمر العشر سنين طلعت بالتلفزيون، يمكن مشان هيك عندي اطلاله بالميديا، واربح مباريات رقص. 10 سنين، 13 سنه، 16 سنه ضليت اطلع على التلفزيون لبنان الـ LBC. بعدين سافرت. انا كمان كبرت بوقت الحرب الاهليه بلبنان، وامي بكونها امريكانيه ما كان بدها ياني اجي على بيروت اتعلم بالايوبي او بالايو يلي كان بوقتها بUC. ودوني على امريكا، وانا حسيت انه حدا شلي جلدي وشلخني، لانه بحب لبنان بشكل ما بقدر اقول، يمكن قد الراس يمكن. ولكن اللي استفدت منه بهول 11 سنة اللي عدتهم برا، انه تعلمت اكتر عن الجسد. ومشان هيك ما بحب اقول عن حالي انه انا رائسة او مصممة رأس، انا معبرة، معبرة جسدية. تروحتي بالدكتوراه تبعيتي بتعمل مقارنة بين لغة الجسد واللغة المحكية. رأس هي لغة، مثل الإنجليزي، مثل الفرنسي، مثل الإيطالي، مثل العربي يلي أنا ماني كتير شاطرة فيه، ولكن كتير شاطرة بلغة الجسد. هلأ شو يلي بخليني حس حالي يمكن فيني يكون حد من هالزملاء؟ إنه أنا مرة أكيد جسدي امرأة، وهالجسد بيحكي قصة من دون ما اتحرك لاني مرة. بس مش لانه انا مرة لازم حدا يحكمني او يكبتني او يقول لي تأسكت بجسدي. وهيدي يمكن المسيرة اللي انا ماشي فيها. طلعت كتير بالتلفزيون بكتير برامج بلا ما نسميهم كلهم. بس مؤخرا شفت لكم اني بغلط. جاد قال لا بلا، بس هاي غلطه بعدها احسن من وقت اللي سميت اللي بلبسوا باجريهم حزام ومش حزام. هيدا احلى وحده لحديت هلا. انا رفضت من برنامج تلفزيوني مع انه اتصلوا فيي وعملت الاوديشن وانقبلت تكون على هالبرنامج، مش احسن من البرنامج. رفضت لانه رفضت اصبغ شعري. سو هلا بهيدا العمر انا عندي مسيره جديده وهي عن العمر. أنا بحق لي كون امرأة عمري 54 سنة وعندي شاب، مثل ما كل الرجال يلي من عمري عندهم شاب. بحق لي بكل فخر أنا شيباتي بيعني لي. وقت الميديا بدها ترفضني لأنه أنا عم بكبر بالعمر، أنا عندي مشكلة. وقت الرجال يلي من عمري ما بترفضهم الميديا، بالعكس هني بيكون صار عندهم هيبة وذكاء ووجود، وأنا ما لازم بقى يكون إلي وجود. لازم أنا أقعد بالبيت مع المينوبوز وخبي حالي. إيه مينوبوز؟ معلش هيدي كلمة واقعية، هيدي الحياة. أنا مش مفروض خبي حالي هلا، أنا بعد عندي بالقليل بعد 50 سنة بدي أعطيهم.
So أنا مشكلتي هلا مع الميديا هي رفض المرة بعمر معين، وهيدي هي اللي أنا عم بحكي عنه بهالفترة من حياتي. فيني أحكي لكم قصص كتيرة عن كيف ابتديت، وبالعشرينات شو كان فيه، وبالثلاثينات شو كان فيه، وبالأربعينات شو كان فيه. هلا بختار أحكي أكثر عن هيدا الوقت من عمري الخمسينات، شو عم بعمل أنا بهيدا الوقت، وكيف مني رح وقف. وبتخيل إنه السبب ليش أنا بحس هيك، أنا كان عندي أهل، الماما متوفية، البابا بعده موجود، ولكن أهلي وقت اللي ربونا كان 4 أخوة شباب، وأنا ما بحياتي حسيت إنه فرقوا بيناتنا جسدياً. يا بنتي روحي جيبي جارة الغاز. أنا أول مرة سمعت هالكلمة كان عمري 12، جارة الغاز قدي. اطلعت ببي قلت له شو؟ قال لي ايه روحي جيبي جارة الغاز على البلكون. قلت له كيف بدي جيبها؟ قال لي ما بعرف، بس في يوم من الأيام رح تكوني وحدك، مين رح يجيب لك إياها؟ كان معه حق بي، لأنه أنا هلأ بحمل جارة الغاز. سو أنا هلأ بوقف هون. إذا بتحبوا تسألوني أسئلة أكثر عن كيف وصلت لهون، أكيد بجاوبكم. Thank you. طيب شكرا لكم. رح أسأل بعد أنا سؤال للكل، وبعدين برجع نفتح للجمهور. Obstacles، المعوقات، شو هي المعوقات اللي واجهتوها بمجال عملكم من البداية لحتى اليوم؟ يعني إذا فيني أطلب كل شخص يحكي عن obstacle أو معوقة واحدة أو اثنين، إن كانت إن كان المجتمع الذكوري، إن كان التمييز الجندري التمييز الجنسي، إن كان التحرش الجنسي، إن كان الشعر الشايب وتلوين الشعر، أي موضوع بيخطر ببالكم، وخصوصاً موضوع حسيتوا إنه شكلكم شخصيتكم وشكلكم توجهكم بمجال العمل. وطبعاً موضوع بيختص بالمرأة بمجتمعاتنا، فخلي مش ما ندل نبر نفس الشيء. خليني بلش مع نادين ونرجع أوكي. عملك تقل دوز شوي. من المعوقات اللي أنا واجهتها بمجال الإعلام، هو بالبداية يمكن أكبر مشكلة عم تواجهها النساء بمجتمعاتنا اللي هي التحرش الجنسي. هذا الموضوع ما فينا نتخبى منه، ما فينا نضل نقول أنه ما هو موجود. التحرش الجنسي بالميديا موجود، ولدرجة أنه أوقات بتفكر المرأة أنه تترك المجال كله سواء. يعني غير التحرش الجنسي، في نحن القوانين عنا بلبنان ما بتحمينا من هذا الموضوع. عدا عن هيك، مثل ما حضرتك فضلت وقلت أول شيء بالبحث، أنه بالإدارات ما في نساء كافية، يعني ما في عنا نحن سلطة نسوية أو نسائية نحن بالإدارات. سو لمين بدأت تشتكي الإعلامية، أو لمين بدأت تحكي؟ بخصوص بالأخص نحن عنا بمجتمع ذكوري اللي هو بعيب عليها للأمرأة إذا هي كانت الضحية. غير التحرش الجنسي، في عندكم كمان رأس الأفعى اللي هو الواسطة. الواسطة بعده بيلعب بشكل كتير أساسي، وأنا اختبرت هذا الموضوع كذا مرة، اللي بيخلي شخص يترك الشغل ويرجع ينبش على شغل تاني. وهذا الشيء مش لازم ناخده كمان بطريقة سلبية، هذا الشيء بقوي الشخصية وبخلي الوحدة أو الواحد أنه يضل يطور مهاراته، أنه ينبش من وين هو بده يظهر ويفرج مواهبه أو يتطور بالمجال الإعلامي. حكيت عن الكوين بي افكت، يعني هذا كمان موجود، لأنه بتطول المرأة كتير لتوصل لمراكز عالية بالمهنة. فإذا بس تشوف يعني شوي younger journalists أو نساء من الأجيال الأصغر، وما ما I'm not generalizing، أنا بحكي إنه في موجودة هذه الظاهرة، ما كتير بتعطيها فرص للصحفية الأصغر عمرا. كمان في عنا المشاكل اللي منها أنا واجهتها، هي ال feminization of the news industry. يعني هون منفوت من ليه، إنه في يعني يا the Madonna or the whore، the feminization of the news industry. يعني يا بدك تكوني عم تكسري كل شيء على حسابك، او بدك تكوني انت عم تاخذي الدور اللي هو the mother or the nurturer او كذا. يعني في عنا هول اثنين ستيريوتايبس نحن بعدها بنواجههم بالعالم العربي. في تحديات كثير، ما حدا رح يعطينا شيء على طبق من فضه، ما حدا. يعني نحن كنساء قد ما فينا
بدنا نجرب ان كان ثرو بلوجينج او ثرو سوشيال ميديا او ثرو يعني حتى ستاتس فيسبوك كوميونيكيشن الطريقه اللي بنحكي فيها الطريقه اللي بنطلع فيها على المجتمع ما نسكت ما نخلي حدا يسكتنا ونضل عم نكمل بكلمتنا لانه عدا عن هيك ما رح نوصل لمحل خصوصا التحديات اللي عنا اياها بالعالم العربي. Thank you. بحب ارجع اخذ شو حكيت نادرة انه بالاعلام انا من 2009 بلشت برنامج ما بيشبه المرأة اللي هو ثقافة عن الكتب وكانوا كلهم يعني من فقرة 10 دقائق صار عندي برنامج 50 دقيقة على الام تي في من عبكرة ومعروفين التلفزيونات اليوم بلبنان وبأغلبية بلبنان أكثر لأنه منشوف على السي ان ان في نسوان عمرهم 50 سنة 65 سنة بجننوا مش حلوين بس ذكية وبيوصلوا الخبر مثل ما لازم مثقفين كان كتير عندهم ردة فعل يعني حكت شوي على هالردة فعل انه افت مرة انه مش بشعة ما عندها شوارب ما بتلبس عوانات من هون لهونيك ومش ناصحة عم تحكي ثقافة وعم تحكي كتب وذكية وبتعرف تحاور وهذا الشيء تحربت كتير للموضوع لأنه أول شيء عم نقي ثقافة اجتماعي بقناة تلفزيونية مثلها مثل غيرها ما بدهم غير الماركتينج والمصاري ولقلهم أنه البرنامج الثقافة الاجتماعي ما بيجيب مصاري وهذا الشيء اللي حربت فيه وعرفنا أنه لا كان الأوديانس يعني الببليك على هيدا البرنامج عالي لأنه وقت واحد عم يطلع على الهواء عنده مسؤولية يعبي هواء بشيء له معنى مش يطلع يعبي هواء بهواء وهيدا هو اللي أكتر شيء أنا بيستفزني بعالم الإعلام إنه ما بقى في حدا بشع اليوم ولا رجل ولا رجل ولا مرأة كله صار بيعمل بوتوكس وبيعبي وبيتحلق ما كتير هين بس ياريت بيقدر يعمل بوتوكس ويعبي شوية عقل شوية ثقافة شوية فهم يعني ياريت هيدا اللي نحنا منعوزه وهيدا اللي حربته تحربت كرماله كتير وبأسماء من التاريخ أو اللي بدأته كمان سنة 2012 كمان تحربت كتير إنه شو رايحة تعمل هالمرة نتعة إكيب 10 أشخاص من لبنان مع إكيب ما رايحة على البرازيل ورايحة على أستراليا ورايحة على أفريقيا ورايحة على البلدان العربية شو رايحة تعمل هالمرة مش دورة لازم دور الرجال يكون موجود ولكن بدي أقول شغلة إنه كتير تحرب ولكن هيدا كان تشالنج إلي لأن تحربت زيادة لأني امرأة محترمة ولأنه مثل ما قالت نادين إنه لسوء الحظ إذا ما عندك واسطة ما عندك دعم ما بتوصل بلبنان وبالعالم العربي وإذا ما بتخلي غيرك يملحس لك بكل معنى الكلمة ما بتوصل ولكن تعبت كتير أنا ويمكن غيري وصل أسرع بس في صيت الإنسان في صيته وفي يعني الصورة اللي بيعطيها عن حاله وبتصور مثل ما كان يقول مرحوم بي واحد ما بياخد معه إلا صيته وأعماله لو أنا عم بتها مثل أي إعلامية اللي بتشتغل على حالها وعلى ثقافتها وعلى معلوماتها وما بتتكل على حدا بس بالآخر توصل وهي لمن بدها تنام ترتاح تعرف حتى تطلع بحالها بالمرايه بتقول والله يا كارن وصلتي وبعدك عم اكيد كيف فيك تعملي اكثر لو ضحكتي لهيدا ولو خليتي هيدا يعمل لك هيدا لو هيدا بلتي يدفع لك لو هي يعني معروفه بس قد ايه المره اللي بتضلها بكرامتها واللي بتوصل هي اهم شيء وبقول انا انه الصعوبات كمان اللي واجهتها هي من قبل نساء مش بس من قبل رجال هذا بدي اقوله انه اليوم دائما انا بالمحاضرات اللي بدي احكي فيها بقول لهم انه عدوه المراه اهم من الرجال هي المراه الثانيه وهذا بدي اقوله انه مش كل مراه بتتكاتف مع المراه في غيره في قله وعي في ليش هي مش انا وهذا كله الباز انه لازم يكون الانسان متعلم مرتاح مع حاله وبثقف لأنه المرأة إذا بتتكاتف مع المرأة بتغير العالم لأنه ما في لو أقوى رجال
ما في على مرة إذا المرة ما بدها، وبعتبر إنه المرة لوحدها ما فيها بدها تتكيتف مع المرأة التانية. هون بلح وبقول إنه بالإعلام، أنا لأنه عم بحكي ناحية الإعلام، لأنه الإعلام صعب أكتر، يعني مجال أصعب من غيره، لأنه مش عم بتصير الأشياء وراء الطاولة، كله في 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 أودينس، في بيبليك، في بابليك عم بيحسبك على كل شيء. هون ما في حدا بده خيرك، الكل بده يوقعوك. هون أنت وقوتك وثقتك بالنفس، والثقافة هي سلاح. أنا برجع بدأ، نحنا كلنا بلبنان متعلمين بس قليل المثقفين، ومن هون بدعي كل مرأة تشتغل على حالها وتثقف حالها. والرجال كمان، أنا كتير صحبة مع الرجال، أنا عندي أصحاب رجال أكثر من النسوان. دونك أنا الرجال إلي هي زينا لاين، منو أنمي، خاصة إذا فهمين وبيحترم المرأة، منو عنيف وما بده يكسرها. بالعكس هون دور المرأة وذكية، المرأة الذكية هي اللي بتخلي يحس الرجال إنه هو أذكى منها، بس هي أذكى منه بتخليه يعمل اللي بدها إياه. وهون دور المرأة تتكاتف مع المرأة، ودور الثقافة، وأهم شيء واحد يكون عنده مبادئ. مش ممكن تقوله لا أنا إذا ما عملت هيك ما رح أوصل. لا، مبادئك لو تعبت عليه، لو تعبت بيوصلوا، وبالقليلة بآخر الطريق قبل ما تموت بتقول لا أنا حققت بدي وبقيت بمبادئي وبكرامتي. بتصور هذا أهم شيء. أنا عندي كثير، ما بعرف أحكي ساعات. أول شيء أنا مش صحفية، ماني جاية من هذا الباك جراوند. أنا شخص عنده شغف للبنان، وما كنت عارفة بأي دور فيه أخدمه. أسست مجلة بأيام البرنت إز داينغ، مثل ما كل الناس تعرف، لأنه بآمن إنه التاريخ ما بينكتب بس بالبلوجينج. يعني إذا واحد بده يغير بده يكون في أشياء مطبوعة يقدر الناس بعدين ريسيرشز يعملوا عليها ريسيرش تبقى للذكرى. أنا كتير بهمني شوف الأشياء بعد 50 سنة ومئة سنة كيف الناس بتشوفها، مش بس بآنيتها. مشان هيك ما في شيء بالكونتنت بالإديتوريال لاين تبع هو ماجازين موثوق أو معمول out of scoops. يعني كله إشياء ستوري تيلينغ فور إنسبيريشن. يعني نحنا بس بدنا الناس بس تشوف وتقرأ هو ماجازين وتفكر إنه إيه فيها تعمل حلمة، إيه فيها تغير، إيه في يكون لبنان بوزيتيف، إيه فيها ضايعة تكون أحلى، أي في شغلة يكون في عنده corporate social responsibility etc. so أول إذا بدكم عائق إنه أنا وقت فتحت شركتي ما كنت أكيد بعرف إنه لازم أتعامل مع محامية ولازم يكون عندي auditors وكل هولي، بس ما كنت أعرف كيف بيدفعوا الضمان وليش والVAT بيدفعوها قبل ما يقبضوا، والناس بلبنان الكاش فلو بتمنتوا هلا. يعني كل هولي خبرة أنا واصلة عشري، أنا عندي شغف لبنان، بس طلع عندي باكج طويل عريض أنا مش منتبهت له أو ما كنت عايشة فيه. So I had to deal مع كل العوائق يلي أنا نقزتني منها taking care of sales وبيع، وكون عندي يعني كل هلأ صرنا مثلاً أنا تقريباً كل البانكس مشتغل معهم بلبنان، تقريباً كل الشركات الكبيرة إتترا. بس أنا أول ما بلشت الناس خصوصاً لأني مرأة يشوفوني عم طلع أول مرة المجلة، تاني مرة المجلة، يقولوا لي برافو باتريسيا، خي عم تتسلي بطريقة حلوة. طلع هيك إنه كيف يعني عم تسلي؟ أنا بشتغل 14 ساعة بالنهار. ومنهم حتى نساء يطلعوا فيي يقولوا لي إيه حلو خي عم تعملي، عندك شيء تعمليه. أنا بالنسبة لإلي أنا بشتغل بين 10 و 14 ساعة بالنهار. كان عندي مشاكل مثل ما قلت لكم بشركتي، بس كمان كمرأة، أنا مرأة متزوجة، أنا عندي أولاد صغار. على بنزيل مثلا ما قدرت، رحت عندي بنتي بعد عمرها 8 سنين، عندي البنت الكبيرة 16 أخذتها معي على سالزبورغ.
المرأة عندها كذا دور، كذا هات تلبسه، ما في توديليجيت إنه أنا أم لحدا تاني، سو بدي أهتم بولادي كمان. بس كمان عندهم غير رؤية للمرأة، بس يشوفوا مرأة عاملة. بس كمان المرأة how she enters a marriage، يعني أنا كنت اللي أقل مشغولة بالبيت، وفجأة صرت أنا مشغولة أكتر بالبيت. سو في كتير أشياء كمان داخلية غير المجتمع واحد بده يعمل حساب. سو مشاكل كتار، بس أنا passionate، يعني عندي شغف خصوصا للبنان. في منام، في أقعد أيام عم بشتغل. أنا برأيي إنه الصحافة هو الطريقة لواحد يغير بالمجتمعات، لأنه نحنا منشوف من عدة منظار. عنا الأناليتيكال ثينكينج، إذا كنا بمؤسسات بخلونا يكون عنا أناليسز. واحدة من التحديات تبعي إنه هو ماجازين تحكي عن لبنان، بس ما في وراها حزب. كان في كتير أهيان لو أنا منتمية لحزب، كانوا عطولي التمويل وقالوا لي حلو كتير هالمجلة عمليها اتترا. بس أنا برأيي إنه نحنا كصحفية وكأعلام نحنا لازم ننقي مين البطل بالبلد ومين لا، مين يعني نحنا ما يكون عنا إديتوريال لاين محكوم من حدا. وأنا بتصور لهلأ ما في كتير مؤسسات إعلامية، ما في حدا بيعمل لها يعني يقول له بديك تحكي عن هيدا جيب سيرته اتسترا. انا من الكفر مثلا، بس بعطيكم اكزامبل، كذا حدا بيجي بيقول لي حط فلان على الكفر، هيدا على الكفر، بقول سوري هيدا اتس ماي ديسيجن، انا الاديتور ان شيف. اذا بيعجبني سيره حياته هيدا الشخص بيكون على الكفر، اذا لا وهيدا مش للبيع. وبلبنان مش معودين يقولوا، ما حدا معود يسمع كلمة هيدا الشيء مش للبيع. سو في تحديات يومية بشو بنعمل. بس كمرأة أنا برأيي إنه نحنا لازم نساعد مع الرجال، مثل ما قلتوا قبل، نحنا منا أعداء مع الرجال، بالعكس نحنا 50% من المجتمع، بس يمكن أكتر كمان. معنا statistics مثل ما قال دكتور ملكي، بس سوا مجتمعنا هلا مثل عن واحد عنده عرج بيشتغل مع بميلة وحده. سو لازم نتكاتف، لانه الهيومن يعني قضية المرأة هي اول شيء قضية انسانية، هي هيومن رايتس منا وومن رايتس. وبعد عنا كتير اشياء لازم نشتغل عليها، من القوانين لكتير اشياء تانية، وبالإديتوريال لاين تبعنا كل الوقت متطوع هذول المواضيع. Thank you, Jessica. بس بدي أطلب منكم ما تقولوا لي دكتور، بيصير أنا بدي أقول لكم التايتلز وخربطة، وخلونا على جاد. أوكي جاد. كتير يعني هيك مثير للاهتمام اللي عم تحكوه عن جد، لأنه يمكن إحنا بمجالات مختلفة، كإعلاميات أو ك يعني محررة ومعرفة عندك المجلة، بس وأكيد بتعرفوا عن صورة المرأة بالإعلام، يعني غير الإعلاميات، عن صورة المرأة كيف. فأنا كأرتست أو مغنية أو فنانة، للأسف إنه اليوم صورة الفنانات بالعالم العربي منا الصورة يلي بنطمح أنه تكون. يعني أنا شخصياً أغلب الفنانات، مش أغلب الفنانات الموجود يعني الموجودات، لأنه في كتار بيغنوا عن جد أنا بتمثل فيهم، بس عم بحكي على الفنانات اللي بنشوفهم على التلفزيون أو بالمجلات أو على البانويات بالشوارع، هن ناس مش كتير بيمثلونا أو ما بيشبهونا. يعني هون بيجي يلي ذكروه، يعني دور المرأة للمرأة، يعني نحنا بنساهم بأنه نحنا نصير سلعة. وهالشي كمان مثلا لما قعدت مع بروديوسرز أنه لنعمل مشروع أو شي، كان هن بكل وضوح عم يوضحوا لي انه هن شايفيني كمنتج، كسلعه، كبرودكت، انه اليوم يونج فيميل بتبيع، يعني
بنت صغيرة بالعمر شكلها مقبول حلو يلا بنبيع بنعمل أغاني بنعمل ألبومات يلا بس إنه هون يعني هون لازم يكون في عنا جرأة إنه نقول لا لعروض يمكن توصلنا لمحلات بعيدة مثل ما قلتي كارن إنه تطلعي بالمراية بتقول يمكن كنت واصلة لمحل أبعد لو قدمت تنازلات بس بدورنا أو واجبنا إنه نرفض هالعروض وإلا ما بحياتنا حتكون صورة المرأة بتشبهنا يعني بتمثلنا من التحديات اللي يعني اللي مرقت فيها هي هاي صورة التسليع في كتار مثلا أحيانا بشوف مقالات إنه ليش وصلت فايا إنه مين في وراها إنه ما معقول يعني بنت توصل إذا ما في حدا دعمها إنه شو يعني independent يعني شو يعني مستقلة فهم بيجوا يعني بنصير بعالم الإشاعات إنه إنه هاي نظرية المؤامرة إنه في وراها جهة دعمتها وأنا بصير إنه عنجد يعني بس خبروني لحتى إنه يا ريت يكون هالشيء صح يعني يكون طلعنا منه شيء بس دائما في إنه نظرية المؤامرة إنه إذا امرأة أو يعني وصلت بمجال معين إنه مين دعمها إنه مين في وراها ولحسن الحظ إنه اليوم في أنا يعني متفائلة إنه عم يتغير هيدا المنحة إنه اليوم من السوشيال ميديا كل مرأة عندها منبرها الخاص مثل ما قالت نادين إنه بتشوفي بتاخدي اللي يمكن تتعلمي من المجال السائد اللي من الكل بس بعدين بتفتحي شيء خاص إلك بتصيري أنت بتعبري كتير حلو هاي الحرية المساحة الموجودة لكل فرد إنه يصير عنده منبره الخاص ويصير يعطي صورة عن حاله وتشبهه مش مضطر يغير فيها شيء هلأ يمكن هذا التسليع للمرأة أو وخاصة الفنانات بهذا المجال يعني مثلاً أنا كتير يعني أهلي كانوا ضد إنه أنا غني إنه مع إنه هني من أنا وصغيرة هني اللي بيحطوني دورات موسيقى يلي بيكون بأي محل يلا فايا طلعي غني فجأة أنا صرت عم قلهم إنه أنا بدي غني فول تايم وهيك إنه قالوا لي إنه لا إنه شو السبب ظن إنه السبب هي صورة المرأة يلي بيشوفوها على التلفزيونات والفضائح وال يعني ما بعرف ليه شو خص عالم الفن والموسيقى لازم يكون شيء كتير بيور شيء كتير حلو مقدس بمحل لأنه هو أسمى طرق للتواصل بين يعني إنسان وإنسان هي طريقة تعبير بالنهاية بس بيصير في هاي الاستيغما حول الفنانات أو حول الناس اللي بتشتغل أو الناس اللي بنشوفها على التلفزيونات هاي هذا السؤال إنه مين في وراها إنه مين دعمها ف يعني هو شيء مؤسف بس اللي حلو بالموضوع إنه اليوم في تغيير بهالمجال إنه صار كل واحد قادر يعبر من منبره شكرا فايا أكيد في كتير أشياء حواجز وأشياء بيوقفوا بطريقنا كلنا شو ما كان بدنا نعمل بالحياة بس أنا راح أحكي عن اللي أكتر واحدة بتزعجني وبعدها موجودة نوعا ما هي مقسومة لشقين أول شق إنه المرأة القوية يعني رجال مرجلة هيدي أنا كتير بتزعجني من أنا وصغيرة بسمعهم بيقولوا مثلاً لأهلي ليش بنتكن بتسلم مثل الرجال؟ لا ما بسلم مثل الرجال بسلم مثل نادرة إنه ليش بدي يكون رجال لأنه يمكن بشد شوي بالإيد لأنه بعطي مهم للشخص عم سلم عليك بإيدك أو بإيدك هيدا شيء كتير بيزعجني أنا هاليوم رح أحكي قصة ما حدا بيعرفها هاي أول مرة بتسمعوها أنا كنت في برنامج ستوديو الفن مع إنه ما كان بدي سمي برامج بس رح سمي بواحد من السنين اللي كنت أنا بالبرنامج بالجلا بالفينال جابوا مصمم أزياء تيلبسنا الجري اللجنة وهذا المصمم إجا وتعرف على كل الموجودين نساء ورجال وبالآخر جاب الثياب اللي صممهم جاب لنا إياهم تنلبسهم كل النساء لبسهم روبات فساتين أنا لبسني بدلة أنا بكيت ما حدا بيعرف غير أنتوا هلأ إنه أنا بكيت مش ما بكيت قدامه ابتسمت واحترمته لأنه هو كمان فنان وعنده رأيه سو أنا لبست له إياها على التلفزيون بس أنا رحت على البيت بكيت لأنه ليش لبسني بدلة مثل الرجال ليش ما لبسني فستان مثل النساء هيدي ضايقتني نعم
نو نو ذس لا انت عم تحكي عن اخر ستوديو الفن. هيدا ستوديو الفن كان شعبي هيك زيت الطول وعندي صور وانا لابسه بدله وفلتهم قصد. تو كنت قاعده حد الرجال بدله رجاليه وشعر طويل وما في يعني الرجال فيكم عنده شعر طويل يعني كيف. سو هيدا الشيء بيزعجني. تاني شيء اللي بيزعجني انه انا يمكن لانه دومين الفني هو الرقص واذا بتعرفوا شوي عن الفنون البرفورمينج ارتس يلي هن مسرح وموسيقى ورقص نحن مسرح موسيقى رقص. سو مش بس انه انا رجال مره انا مسرح موسيقى رقص يعني صرت عم ناضل من الجهتين وانا متعلمه معي اربع شهادات جامعيه Gracias.
بالنضج عن الآن بس أنا 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 بشوف عشان الاسم اسمه الخرابي خرابي وأنا أشعر بالحب الحقيقي خاصة ما أشعر بجنان بنام الشباب سأكون سفيرة لك في المغرب العربي. أنا أريد أن أسألك، أنت بدأت في اليوتيوب، الآن الكثير من النساء طموحات بدأنا باليوتيوب، فكيف تنصحينهن أن يستخدمن هذه الوسيلة لكن برجاحة بعقل ليس هكذا فحسب، خاصة في المجال الفني؟ مدام عساف أنت يقال فيك شعر يا إلهي. أنا أريد أن أقول لك مدام عساف، أنت أجمل ما حدث لي هذا اليوم وفقط. شكرا. لبنى كان بدك تسألي سؤال بعدين على الطرف لورا سؤال ومنخلي الكل يجاوب. اسم الله عليكم ما بدكم تبعتكم عند رجال السياسة. أنا بدي أقول شغلة أو هو سؤال وشي بدي أعلي إنه قديش إذا الواحد ماكن من الناحية المادية هيدا الشيء ساعد إنه تقدروا تعملوا، يعني تقدروا تفتحوا مؤسسات، تقدروا تنجحوا. لأنه أنا مثلاً إذا قعدت جمعة بلا شغل موت من الجوع، سو أنا ما فيني أترك، مثلاً تقرر أفتح بلوج، ما فيني أترك تقرر أعمل ولا شيء. هيدا شغلة. بدي أقول لنادر عساف إنه مثل ما قالت إنه هيدا أنت كان أحلى شيء صار اليوم. أنا درست عم بتعلم رقص، وقت بلشت أتعلم رقص عرفت أهمية فعلاً التعبير بالجسد، وتحديداً بدي أقول شغلة عن الأورينت، إنه كيف دايماً المفهوم عنا للرقص الشرقي هو شيء لحتى نحرك غرائز الرجل، بينما هو شيء مختلف كلياً، وهي مشكلة كمان لازم الرجل يشوف شو بده يعمل فيها. طيب شكراً، بناخد أجوبة. باتريسا بتحب بلشي؟ سألتني كيف بوفق؟ أول شيء بتصور أنا كلمة السر اللي بعدين تعلمتها هي الأولوية، لأنه أنا عندي كتير أكتر من ما نهار بساعة، يعني لازم أعمل 100 شغلة بس في حقق 10. سو إذا واحد كل يوم حتى الأولوية طبعا نهاره الأولوية لوين بده يوصل، بتصور بيقدر يوصل كتير أبعد. بعدين أنا بستمد بجلسات مثل هيدي يلي هي ممتعة لإلي ليكون عندي قوة جابه الأشياء اللي ما بحبها. سو بالأشياء اللي بحبها بجابه الأشياء اللي بحبها أقل، لأني في كتير نواحي من الشغل اللي بعمله بستمتع كتير فيه. وبرجع بقلكن وما بقلكن إناف اللي هو الحديث عن لبنان وشو فينا نعمل بوطننا وبالوطن العربي وبكل الجلوب إذا بتكون، لأنه في كتير 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 شغل ومسؤولية الصحافة كتير كبيرة يمكن هن ما بيعرفوا قديش المشكل. إنه الإنكم تبعه دايما هي المشكل، يعني ما في واحد يحكي مرات بصدق أو بتجرد إتسترا، هيدي لازم نلاقي لها حل. ونحنا وقت اللي بيكون عنا الإمكانية المادية بتصور هيدا لازم تكون الأولوية، إنه نلاقي حلول لمشاكلنا ببلاتفورمز بمساحات مش الأولوية تبع المادة. رح جاوب أول سؤال ورح أرجع جاوب عن المادة الماديات لأنه مهم شو سألت. في كتير اشياء ما لحقت احكي عنها. مزبوط انا ام، واولا ام، وابني تاني سنه جامعه عليه عم بيعمل اندستريال انجينيرينج. قدرت سافر. اولا انا كاتبه والكتابه ما بدها وقت، ايام عشيه واحد بيوعى بيكتب، ايام قبل الضو، ايام بيكون بشغله بيكتب، الواحد بيجي سو هيدا ما هو بيتحكم فيك، مش انت بتتحكمي بالوقت. شركتي اسستها سنه 2005 لوحدي، والمديات اني اخذت لون
وكان ريسك كثير كبير، بس كان عندي ديجا اكسبيرينس، عندي اكسبيرينس كان اكثر من 10 سنين بمجال الاعلانات والاعلان، وكنت اكتب يعني محرر كوبي رايتر. سو هي حب الكلمه اللي وصلني الى كتابه الكتب والاشعار باللغه الفرنسيه. كمان انا عامله عدا شهاده بالكوميونيكيشن ارتس وبوليتيكال ساينس بالال اي يو، عندي شهاده باللغه بالادب الفرنسي من السوربون باري كادر باريس. بقى هيدا كله وصلني الى برنامج الكتب سنه 2009، واللي من وراء انطلقت ببرنامجي اللي بنتجه اسماء من التاريخ، واللي هو كمان مثل ما قالت باتريسيا شغف. انا الوالد كان مغترب بافريقيا وحبه للبنان رجعه، يعني ما دام ما يبقى ويجمع مصاري ترك كل شيء ورجع العائله تكمل وتعيش بلبنان بمجتمع. وقتها 78 كل الناس عم بتفل من لبنان، وفي قصف. رجع الوالد الله يرحمه وكمل الحياة بلبنان واستثمر بلبنان وإيمان بلبنان، وهذا الشغف اللي خليني كمل بأسماء من التاريخ اللي بهدية. وابني وقت كنت سافر، أنا ابني أهم شيء بحياتي، كنت أتركه جمعة أو أسبوع عند أمي الله يرحمها اللي خسرتها من شهر، واللي هي كانت امرأة مناضلة، واللي ربتنا نحن شاب وأربع بنات كأنه بذات يعني بذات المسؤوليات عن الشاب، وبذات الإيمان بالوطن عن الشاب، وبذات الاحترام اللي لازم يكون عنا إياه لحالنا مثل الشاب. وبتصور إنه أهم مرأة هي الأم اللي بتربي ابنها على احترام المرأة، تما يطلع رجل عنيف، تما يطلع رجل هو يعني بيفرق بين الرجل والمرأة. من هيك دور المرأة وقت تكون أم أهم شيء، وهذه أولوية قبل شغلة. ولكن إذا بتقدر توفق بين كل شيء ليش لا؟ وفتحت شركتي لأنه عندي شغف الادفرتايزنج والماركتينج، وفتحت البرودكشن هاوس تأنا أنتج برنامجي تما يجي ولا تلفزيون تقول لي بدك تعمل هيك، ممنوع تعمل هيك وتعمل هيك. ما في ممنوع، نعمل اللي بدنا إياه طالما ما عم نأذي غيرنا، وإيماننا وطموحنا ما لهم حدود طالما عم نعملهم باحترام ومبادئ. هيدا اهم شيء. وبدي زيد شغله انه انا كمان رئيسه جمعيه اي ال اس لبنان. اي ال اس هي اول جمعيه تعنى بالتصلب الجانبي الدموري لاميوتروفيك لاترال سكليروسيس ديزيز، اللي هو اضرب لليوم ابشع مرض يضرب كل عضلات الجسم، ما بيبقوا غير العيون وعضلات القلب بيشتغلوا مثل ستيفن هوكنز تبع الناسا، مثل دكتور جميل زغيب اللي أسس الجمعية واللي عملت عنه موفي نزل بكل التلفزيونات وبالسينما، جميل فلاينج سول، واللي قدرت حط كل اللي قدرت يعني معارفي بالإعلام وقدرت حطهم at the service of this association. وهذا المهم، دور الإنسان اللي ما لازم ننسي بكل شخص. لو وصلنا من هون كمان برجع على المادة، المادة هي وسيلة بس هي منا يعني مش طموح، هي وسيلة. وهون لازم كلنا ما ننسى انه اولا نحن انسان قبل ما نكون امرأة او رجل، ما ننسى انسانيتنا، وهذا كمان بيساعدنا نقدر نحقق كتير امور بشغلنا، لانه وقت نكون خيرين الخير بيرجع لنا بدون ما نسأل. شكرا. انا راح I'm going to address the issue of money، لانه انا عندي مدرسة رقص اسمها السراب وصار عمره 27 سنة، مدرستي أكبر من ابني عمره 25، so كان في منافسة بين ابني ومدرستي بفترة من الفترات، ولكن كان يضل معي وحدي، وما كان عندي حدا يهتم فيه، so كنت أخده معي لوين ما كان، كان يجي يعلم معي بالجامعة، يقعد على جنب الأولاد التلاميذ يتسلوا فيه بوقت من الأوقات، وهو موسيقي. هلا بيشتغل معي، so it's good كمان إنه تربي حدا يشتغل معك على مدى طويل. بس بالنسبة للوقت الضيق بالأول، يعني مو حبيقول لك وقت ضيق، أول عشر سنين صعبين، من بعد ما تقطعي العشر سنين بيصيروا أهين. ولكن في عندك طرق، loans definitely مثل ما قالت كارين، وكمان في إنه ترمي وقت الغداء تزوري رفقاتك، لأنه دائماً بيطلع لك شيء أكل طيب. So that's another one that خلي برأسك بهاي. واللي أهم منهم كلهم never ever ever give up.
ever. لو شو ما كان الاشياء صعبة وما بخبرك قديش ليالي ابكي وابني كان عمره 3 سنين يجي يقول لي مامي I take care of you معلش مامي you know انه 3 سنين شو بيفهمك هلا بكره مش حناكل بس you never give up you never give up هيدي بس بدي اقول شيء انا نسيت احكي عن يمكن قد ايه اصعب اثبات الموهبه لما نكون بنات ومش شباب ويمكن هذا اللي بيخلي يمكن الاعلام يصير يكتب انه هالبنت مين في وراها مين دعمها اي جهه فاثبات الموهبه كثير اصعب انه لا انا مش بس لشكلي طالع عم بعمل فن انا عن جد والله العظيم انا بحب غني وانا عندي مشروعي وخذوني جديا انه انا عندي مشروع على المدى الطويل انه عن جد انا وكتار غيري بنطمح نعمل تغيير بالميوزك سين او بالموسيقى العربيه اليوم اللي عم نشوفها انه عن جد عندي مشروع يعني فهي كمان شغله صعبه انه قد ايه بياخذوك على محمل الجد نظرا لجنسك اذا انت شاب او بنت وخاصه كنت عم تحكي على الشق المادي انه عن جد صعبه هلا انا يمكن عملت الكراود فاندنج بطريقه مش كثير تقليديه يمكن هي مثل انه اخذ لون يعني بس لون مبرجه للعالم بعمل اغاني اكثر بعمل البومات بس كمان صعبه لانه مثلا انا بموقفي اهلي كانوا ضد انه الفن اللي عم تعمليه حتى اهلي انه الفن اللي عم تعمليه ما حيدعمك خبز وكثير صعب انه تعدي تستني خاصه انه انا بغني بس على مسارح يعني ما بغني ميوزك اذا بمطعم او في انترتينمنت والغناء على المسارح يعني اولا بيجيب مصاري اقل ثانيا اقل بكثير ثانك يو ثانيا يعني فرصه اقل يعني ما في شيء اسبوعي يعني بدك تستني سنوي او شهري او حسب يعني بيجيك عرض من بلد معين اوكي بنروح بنعمل ففي كثير تحديات فانا ما كنت بدي اخذ من اهلي او عيش على حسابهم لانه كنت بدي فرجيهم انه ممكن اعمل هالشيء اتس بوسيبل فصرت بين نارين انه يا الله انه عن جد بدي اعمل هاي الموسيقى بس ما بدي وهون بيجي انه نيفر جيف اب انه ما نستسلم فبتمرقي ب يعني بمواقف كثير صعبه بس اذا عندك الاراده وعندك الشغف واكيد اذا عندك الموهبه ما فيك تبني شيء على ولا شيء الشق المادي بيصير يعني تحصيل حاصل اهم شيء ما يكون هو الهدف لانه ساعتها بنكون بمصيبه رح بلش بالسؤال اللي هو انه اذا كان الامور اللي انا قطعت فيها اثرت على الصحافه او المسارية اللي انا مشيت فيه بتصور يعني كل شخص شو ما بيقطع فيه بالحياه هو بياثر فيه وبيرجع لا اراديا يعني ان كان بده او ما بده رح يرجع ياثر على عمله بطريقه ما اذا هو بيختار هذا الشيء انا اخترت انه ركز على الامور النسويه بلبنان والامور البيئيه يعني تنحكي بالدغري انا شو الشغف عندي بالصحافه بلبنان لقيت انه مثل ما قلت قبل انه ما حدا رح يعطينا عشي على طبق من فضه ما حدا رح يوصلنا صوتنا بطريقه ما سو كان في تحدي بيني وبين حالي انه انا اكسر كثير من القيود يلي نحن بنورثها بالسوسايتي اولا انه هيدا نسكت هاي اول شيء كسرته ثانيا انه اتحاور مع نساء كمان طلعوا حكيوا بالعلن ان كانوا نسوية او لا شو القانون بيقول بلبنان كيف فينا نعمل نوع من النشاط على هذا الموضوع نضوي عليه اكثر عم اكثر بدراساتي على هذا الموضوع يعني مش بس انه نشوف شو عم بيصير هلا نشوف كيف بلش بالتاريخ هذا كيف نحن ورثنا المفهوم الذكوري بمجتمعاتنا كيف نحن نعطول المرأة لازم تكون هي الساكتة أو الراضخة سو بيصير في عندك نوع من التحول أنه أنت تشتغلي أكثر على حالك وتثابري بهذا الموضوع بالنسبة للفاينانشال مينز اللي صبية على شناك كانت عم تسأل يعني أنا ما أخذت لون أنا جمعت مصاري واشتغلت فريلانس بفترة يعني كنت كتير متضايقة فيها مادياً بس كرمال أنه قد ما فيه ما أوقف يعني ما اسكت ما خلي ولا حدا ولا نوع من الظروف او مؤسسه اعلاميه انه تقمعني بهيدي الفتره كانت من اصعب الفترات بحياتي يعني انا ما ولا لون ولا شيء وبعدين رجعت اي جويند ذا ورك فورس رجعت على الورك فورس فول تايم وهلا انا عم مول مشروعي يعني سو اذا انت حابه توصلي
طريق كثير صعب منها هي يعني مثل ما قلت ما رح يعطونا شيء فيه بس انه بدي تجربي قد ما فيك تضلي pushing the envelope. شكرا. خلينا ناخذ مجموعه اسئله ثانيه قبل ما نروح على الغداء. حوالي 5-6 اسئله. حرام شباب. طيب ناخذ 1-2-3 مين هون؟ أول شيء يعطيكم العافية بصراحة. يعني أنا كنت مستنيكم من أول حلقة النقاش. كل حدا فيكم ذكرني بموقف. أنا متخرجة من سنة من كلية الإعلام ومعدل أكاديمي كثير عالي. أول ما تخرجت للأسف موقع أو مركز إعلام تابع عندنا للجامعة عرض علي الشغل بس بمقابل جدا سيء. حكوا لي لازم ختماتي أبو كثير وإذا فيكي تشلحي حجابك. المهم طبعا انا رفضت لانه مستحيل اكون مزهريه او باترينا لاي مؤسسه اعلاميه. بسنه اولى جامعه دخلت على احد المؤسسات الاعلاميه. طبعا انت لازم تدخل على مؤسسات اعلاميه عشان يصير عندك خبره. الوضع كان هناك سيء جدا يعني ما بتتحمله. فقررت اني اخذ قرار اشتغل فريلانسر زي ما حكيته. فصرت انزل اعمل مقابلات وانا كطالبة جامعة طبعا واقساط والى اخره بدي ادفع من جيبتي كل هذا. فبلشت من هون. كان في عندي استاذ بالجامعة له موقع الكتروني والموقع عليه مشاهدات كثير كبيرة. باحد السنوات تعرفت او بالصدفة على قضية لامرأة تعرضت لسفاح القربة عندنا بفلسطين. طبعا احنا هاي القضايا بفلسطين ممنوع نحكي فيها، إذا حكينا فيها رح يصير علينا خطوط حمراء كثيرة. فأنا بعد موافقات كثير كبيرة من الأمن ومؤسسات كثيرة عشان أكتب عن هاي المرأة وأوصلها وصلت لها تقريبا 3 أشهر أو 3 أشهر ونص. قعدت بس بعمل معها مقابلات. تأذيت نفسيا لأنه كانت القصة جدا سيئة وقررت أنشر. قرار النشر كان بموقع الموقع اللي هو تابع لأستاذي. بساعتين فقط وصل ل 500,000 مشاهدة. التقرير كان مكتوب. فوصلني كتير حكي انتقادات في تشويه سمعة، رسائل كتير سيئة جدا. بس من هذاك التقرير أكثر من 20 صبية كان منهم كمان طلاب إعلام عنا بالجامعة تعرضوا للتحرش بالمؤسسات الإعلامية. وكمان انا هاد بلقي لهم على الاساتذه اللي بس بيبعثوا الطلاب للتدريب بدون ما يكون في عندهم او بدون ما يوعوهم بهاي القصص. المهم بس بدي احكي عن قضيه المتاجره بقضايا النساء في الاعلام. بس بدنا نتغدى. اخر شيء في سؤال بس بدي احكي بس في هاي اخر شيء. بقضايا المتاجرة بقضايا النساء إعلامية، يعني إحنا كمان كل سنة بيصير إشي اسمه مهرجان الأفلام الوثائقي بجامعة النجاح. أنا بنصدم بآخر فصل إلي باقي لي تقديم مشروع التخرج إنه في طلاب من قسم إحنا في الإعلام 3 أقسام، من قسم ثاني بالإعلام أخذ الفيلم فكرته كاملة، السيناريو، كل الأمور المتعلقة فيه، جابوا صبية ثانية مثلت بدل الضحية، وعملوا فيلم وثائقي انعرض. للأسف أنا توجهت للجامعة حكيت لها عن قضية السرقة حكوا لي بالكلمة الواحدة انسيكي. انعرض بمهرجان أفلام الوثائقي وفاز. وقتها أنا كنت مسافرة وما قدرت أعمل أي شيء. فأنا بدي أحكي بقضية المتاجرة بقضايا النساء بالإعلام. بدي أسأل كاترين. نادين. كارين ونادين يصيروا كاترين. لو انعرض عليك شغل كبير بوصلك لمكان ابعد من كل تخيلاتك مقابل انه تلبسي اشياء مش ضد مبادئك او افكارك، ممكن تقبلي؟ شكرا. خلينا ناخذ بعد بس 5 سؤال بعد مره ونرجع نجاوب الكل. شكرا. بس بدي اطلب من الكل يقصروا لانه بتوقع الساعه 7 عشيه يعني هو كومنت وسؤال صغير. يعني بجوز هاي اجمل لوحه موجوده على منصه اليوم. هلا وقتها عم بتقولوا اجمل لوحه عم تضموني للموضوع ولا استمعي شوي. الحقيقه بدي احكي من وجهه نظر يعني
من صحة التعبير الذكورية شوي. للوهلة الأولى بجوز الواحد يشوف خمس حلوات قاعدات على المنصة وشاب وسيم. ولكن يعني المسألة الإنسانية بتغيب عن كثير من الأحيان. يعني لما تسمع قصص نجاحات، ومش بس قصص نجاحات، قصص ستات قدروا يتجاوزوا كل المعوقات وكل التحديات ويوصلوا ويعطوا نموذج إيجابي، أعتقد هذا إنجاز كبير. إحنا في الإعلام دائماً نذكر الجوانب السلبية عن المرأة، المرأة الفقيرة، المرأة المضطهدة، العنف الأسري إلى آخره، لكن قصص النجاح أنا بعتقد كثير رائعة. وجود نساء مثل زميلاتنا هم أداة مهمة للنهوض بمكانة المرأة في المجتمع. أنا بعتقد إنه حتى لو اشتغلتوش بشكل دايركت لمساعدة المرأة في المجتمع اللبناني والمجتمع العربي، أعتقد وجودكم بحد ذاته هو محفز للنهوض بمكانة المرأة. كنت بدي أعلق بس على زميلتنا الأستاذ دكتور عساف، إنه اللي حكيت عنه هو أوبريشن، يعني حقيقة هو مش، يعني أنا مستغرب كيف قدرت تتجاوزي، يعني فعلاً كان أوبريشن، وفعلاً واحدة تانية بجوز تعتزل العمل لما تواجه هيك المشاكل، فأنا كثير بحييك على هذا الموقف. سؤالي لفايا، سؤال صغير بس يعني هيك لو بعطينا لمحة. جواب صغير. يعني إيش يعني فندي؟ يعني شو بلزم فلوس؟ يعني 100,000 مثلاً؟ يعني لا، أنا الحملة خلي جواب يا دياش. شكراً. لكن بعد سؤالين إذا ممكن. أوكي، دخل أكثر، دخل أكثر. Thank you Angela، شكراً، لأنه اليوم أنا أوافق كل الآراء التي قالت أنها أحسن حصة صراحةً، لأنه استطعت التركيز من البداية حتى النهاية، ومازلت لو استمرت الحصة 10 ساعات راح أركز بدون أي قطع. بالنسبة أنا مش سؤال، هو تدخل. وافق مدام كريم لما قالت إنه العلاقة بين الرجل والمرأة هي ليست علاقة صراع، بل تكامل، وهو رد أيضا على قول زميل. هناك عبارة أو حكمة تردد على الأفواه دون فهم ودون إيمان بها، هي وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا اليوم أقول وراء كل امرأة رجل، أو وراء كل امرأة عظيمة رجل، إما آمن بها ودعمها أو كسرها، فكان لذلك دافع لأن تكون الحقيقة ذاتها. فأشكركم لأنكم عبدتم الطريق أمام النساء وكنتم نماذج. دقيقة فقط، عندي زميل عبد الحق، هو يعني كتب في المجموعة كلمات يعني لا تستحق أن تبقى على المجموعة. مجموعة أنجلا. لا، أنا راح أقول إنه رافض إنه يتكلم. قال: تاريخ الثورة الجزائرية لا يستحي ذكر بعض أسماء نسائها مناضلات مثل جميلة بحيرت وزهرة ضريف وأخريات. هناك نساء يعبدن الطريق لأخريات، وهناك نساء يسن على هذا الطريق. إرادة تجاوز المخيالات الاجتماعية أقوى سلاح. أنا أحييها على هذا الكلام، لأنه جعلنا نساء قويات نستطيع التحدث كما هو. شكرا. إذا كان بس تصير صغير، أول شيء لما كانوا عم يحكوا السيدات هون في براسي هذا الشغله وحده، هي لما اجينا هون على الاكاديمي كله يعرفنا انه من سوريا، يسال فورا عن شيء اسمه باب الحاره. بس تفسير كثير صغير، اللي عم يطلع باب الحاره هو كله كذب. في مثال قدام كل هي فايا عم تحكي عن جد انه انا بدوتي حلوه وبدها تشتغل موسيقى، وعم تحلف بالله انه لا اشتغل موسيقى. والله انا بوافق، الستيغما تبع باب الحاره كثير مزعجه. لا شيء كان لازم يتسجل. وفي شيء ثاني ما بعرف ليش ما حدا عم يحكي عليه، اللي هو علاقة الدين بهيك شيء، يعني أكثر من حدا حكى إنه فكرة اللهجات. ما في هون شق ديني كثير كبير ما حدا حكى عليه. وبدي أسأل سؤال، أكثر من حدا كمان حكى عن علاقته بأبوه، وهون نرجع لنفس الشيء إنه كمان أبوه كان وراء ما تبيش في خط هون. في خط ثاني فاصل هو بين إنه يكون في عداوة بشكل مباشر، في عداوة إنه خلص إنه أنا أنثى وبدي خلص عادي. في هون خط الدير فيها لازم يتميز، يعني إنه ما عم تعادي أنت، عم طالب بحقوق هي لازم تكون موجودة بالأساس، بس في خط فاصل بين عداوة وبين إنك تكون عم تشتغل جد نسوية. شكرا. بعد اثنين في إيد كان ورا
تفضل تفضل. أنا بيجي بقى الكلام. وصلت للمرحلة التم. شكرا. وحبيت تقول لي انت اذا غنيت في تونس نسيت ما ذكرتيش وين حضرت الحفله نتاعك وكانت جميله برشا. والحاجه الاخرى انا كصحفيه وكناشطه يعني نخدم برشا اشتغل كثير على موضوع المراه وخاصه كصحفيه وكان يعني في اي قاعه تحرير كصحفيه امراه نشوفوا يعني الديسكريمناسيون كل يوم نعيشوا الحاجه هذه. الفكره هي انه طبعا انا زاده من النوع نتاع النساء في تونس اللي استدعاني في كل مره باش نحكي سكسس ستوري نتاع الصحفيه اللي خلناش تخرج من دارهم مجتمع وتعيش وتعمل افلام وتعمل حاجات. وكنت زاده انا كصحفيه نشتغل على سكسس ستوري وكيفاش المراه يعني نعملوا قصص بوزيتيف ونوريو انه المراه بالعزيمه وبالاراده توصل. وبعدين بعد فكرت انه المشكله مش هون يعني حبيت نعرف رايكم معناتها حتى اذا كان الوقت ما يكفيش يعني رايي انه وضعيه المراه في المجتمعات العربيه وفي العالم الكل مش هو انه الاراده فقط او انه هي تكسر الحواجز فقط هو حاجه مهمه ولكن انه كيفاش مسؤوليه جماعيه ولا حاجه يعني تبع كيفاش نقولوا المونتاليتي معناها والمعتقدات معناها لا سوميسيون خضوع المراه هو مش جاي من قبولها للخضوع هو يعني سيستم كل حبيت نعرف رايكم في الموضوع. شكرا. يعطيكم العافية. أنا بديش أبلش أتغزل بحدا رح أقول مباشرة بالسؤال. شكرا لكل الشباب اللي نطش مني المايك قبل شوي. السؤال إنه كحدا طموح أوكي ما في مشكلة كمرأة طموحة كيف تقدر توفق بالنهاية بين إنها توصل وبين مبادئها اللي هي متربية عليهم أو إلى آخر من هذا الحكي. بس السؤال الأهم بدول فيها حروب كيف الواحد بيقدر إنه يوفق بين الشيء اللي هو بده يقدمه زائد انه يضل مع كلمه الحق اللي هو بيأمن فيها. وشكرا كثير. شكرا للجميع. رح اطلب منكم الكل اللي بيحب يجاوب على الاسئله بقول كلمه اخيره للجمهور من ناحيه النصائح اللي عم يسألوا عنها. اذا ممكن ابلش معك باتريسيا. يعني ما بعرف في سؤالين كثير فهمتهم عليهم. أنا برأيي في موضوع المرأة هي مثل الرجل بيناتهم إنسان. بدي أعطيكم مثل بدي أختم فيه. كنت بعشاء مش من زمان في بروفيسور بجامعة جامعة كتير محترمة رئيس بلدية عم بسأله أنتو برئيسة البلدية ضيعة فلانة كم مرأة عندكم؟ أول شيء كم مقعد؟ قال لي 12. قلت له كم مرأة معكم؟ قال لي ولا وحدة. قلت له ليه؟ قال لي مرة انتخبنا مرأة وما اجت ولا مرة على الاجتماع. قلت له لكن إذا انتخبتوا رجال ما بتعقوا ولا مرة اجى على الاجتماع بتبطلوا تنتخبوا رجال؟ بروفيسور في جامعة لبنانية مش هو بقى بهيدا المنطلق أنا بشوف المرأة عندها فيها تفشل وفيها تنجح مثل الرجال. يعني إذا هي قررت تعمل شيء بحق لها تفشل كمان مثل الرجال. مش دايما لازم تعمل تشتغل 10 مرات زيادة تتحقق شغلة. بتصور أنا شكرا على الفرصة وبعدين إذا بتحبوا تسألوا سؤالات من بعد البانل أنا موجودة. أنا سريعا هيك في كم شغلة عن المبادئ اللي حكيت عنها وبحرب المرأة لعبت دور كتير مهم بالحرب إن كانت بالحروب العالمية الأولى والثانية أو كانت الحروب الربيع العربي وإلى آخره. المرأة
كتير تلعب دور إذا كانت مرأة ذكية ومثقفة فنرجع منقول وبتعرف تلعب دور الأم، وهون فيها توفق بين مبادئها ونجاحها والصعوبات. إذا بتبقيت على مبادئها لو بدها ترجع فشخة لورا بترجع بتقدم 5 فشخات، بس بتكون بعدها على مبادئها، بتكون بعدها ربحانة نفسها، وهذا أهم الأمور. منا شيء هين أبداً، وهذا بدها يرجع لتربيتها. برجع بقول إنه مشكلة النساء مثل بعضهم، المشكلة النساء كان عندهم ذات الأب وذات الأم، مش ذات الرجل العنيف بيبقى عنده أم عرفت يمكن تخليه يحترم المرأة، وممكن تكون جربت بس هو كمان بعلاقاته مع غيره فات بأمور يعني طريق مش منيحة. هذا كله بيرجع على التربية، وبرجع بقول إنه التربية أهم شيء، والدنيا أم يعني الأم أهم شيء. بخصوص الأب، لأنه أنا اللي كنت عم بحكي عن الأب، ما في شك إنه البنت الغاز أنا حكيت عن الأب. إيه كمان عصر. لا كمان أنا حكيت عن الأب. إيه إنه أنا الوالد كان مغترب، وهذا قصة نجاحه أثرت فيه، وحبه للوطن كيف رجع، هذا اللي خليني إني أطلع بفكرة برنامجي الاغترابي، واتعب وسافر واعمل لانه عندي هذا الشغف، وايام اطلع بخساره ماديه ما في شك. الاب هو للبنت هير فيرست هيرو، يعني بتتمثل فيه اول رجل بتنغرم فيه، يعني صوره الرجل. والنيه للبنت اللي عندها اب حنون وبيحترمها وبيعرف يعطيها قيمتها وما بيحتقرها وما بيخلي الام انه تتصرف بطريقه غير، يعني دوره بالبيت مثل دور الام. بس اكيد دائما الام هي اللي بتربي اكثر وموجوده اكثر. هذه هي والنصيحه اللي بحب اعطيها، يعني انه كل انسان بيخلق وعنده مميزاته، ما في حدا احسن من حدا، بس ظروفه بتكون احسن او تربيته بتكون احسن. والمش بدي اقول انه الانسان اللي عنده اهل معه مصاري ومغنجين والبدو اياه، هذا ما عنده اي يعني شو بيقولوا مريت، يعني اي حافظ اي عن اي مظبوط، انه هو اللي بيكون عنده صعوبات اللي بيعرف يحققها. مثل ما قالت انه المرأة الناجحة هي او بيكون في رجل وراها دعمها، او بالعكس بتكون طالعة من خبرة من رجل إزاها بدها تحقق حالها وما حق كتير. بدنا نقوله إنه كل واحد عنده حلم لازم يحققه. نحن الحياة قصيرة، ما لازم يقول بكرة ولا شو وخليني مرتاح، لأنه كل واحد إذا نجح عم بيغير بمجتمعه شيء، وإذا كلنا قدرنا نغير بمجتمعنا ونحسنه عم نحسن عالم كله. واليوم صار في globalization، يعني إذا نحن حدثنا تغيير بمنطقتنا نحدث تغيير بالعالم كله، وهذا ما نؤمن فيه، لأنه كل إنسان عنده طاقة، وكل طاقة بتوصلنا إلى محل أفضل يعني. وأهم شيء تؤمنوا بحالكم، والثقة بالنفس هي بتوصلكم إلى النجاح. بدنا ننتبه من شغل التنازلات، مش بس هي جنسية، التنازلات كمان بتكون على المبادئ، أو على مثلا يطلبوا من صحفي أو صحافي يكذب بالخبر تبعه. رح خبركم قصة شوي هي شخصية صارت معي بالزمانات، يعني بأول الكارير تبعي. هي أنه طلب مني كذب، وكانت فترة حرب، طلب مني كذب أنه في أشخاص عم تقدم مساعدات لنازحين واستعمل صور أرشيف، وهيدي قصص بتصير يعني بعالم الأخبار. رفضت هذا الشيء، واكيد قدمت اللاتر تبعي انه انا برفض اعمل هذا الشيء، وهون انصرفت من الشغل تبعي، يعني I was let go. بين النيغوشيشنز انه ارجع وما ارجع، هون تعرضت للفساد من النوع الثاني، هو انه تقدمي غير نوع من التنازلات اذا بدك ترجعي على الشغل. هون كل وحده بترجع لها، انا نقيت انه لا رح ارجع اتعذب وفوت وارجع اروح على غير شغل، وارجع اروح كمل دراستي باستراليا، انا محظوظه عند الجنسيه، يعني ارجع اسافر وجرب غير محل وضلني ثابر على الموضوع. بس هون يعني كل وحده بدها تسال حالها، هل انا قادره اقدم تنازلات وضلني ماشي بهيد المهنه وامشي وراسي مرفوع وقادره اطلع بحالي بغير، او ماني قادره اعمل هذا الشيء؟
هون في مسؤولية كتير كبيرة. الإعلام منه بس لإلك بينك وبين حالك، الإعلام هو نوع من الرسالة، أنت عم تعطي رسالة عم تأثر بالعالم، عم تعمل نوع من change بالمجتمع تبعك. يعني أنا هلأ في كتير صبايا بيجوا بيحكوا معي بيقولوا لي نحن كتير بننعجب المادة اللي بتحطيها على الأونلاين وورلد، عم بتشجعينا عم تخلينا نحن نحكي عن أمور. إنه هون أنت عم تعمل تغيير، عم تعمل فرق بين العالم. يعني ما فيك تطلع يكوني أنه لا أنا ما عندي مسؤولية تجاه العالم، أنا بدي أطلع كذب، أنا بدي كذا كذا كذا. سو هون بده يكون يعني في عنا نوع من الأفكس، عنا نوع من الميديا ليترسي، عنا نوع من الرسالة بيننا وبين حالنا نحن لشو فايتين بالإعلام، ويكون عنا هدف. النصيحة اللي بعطيكم إياها أنه be the change you wanna be, you wanna see in the world. يعني أنا كتير تعذبت بهيد المهنة. الطريقة اللي هلأ بلاقي أنه أنا عم واسي نفسي إذا فينا نقول، هو أنه كل ما يكون عندي تيم، أنا هلأ editor يعني محررة، عندي تيم تقريبا في 5 نساء عم يكونوا معي. هو الـ5 نساء كل شيء أنا خبرة عندي إياها اكتسبتها بهال10 سنين عم بعطيهم إياها، من كل شيء من كل قلبي. يعني أنه كيف بدهم يكتبوا الخبر، كيف بدهم يعملوا fact checking، لكيف يوصلوا رسالة للعالم، لكيف يكونوا objective قد ما فيهم، حتى إذا بدهم يحطوا رأيهم يحطوا رأيهم بطريقة تكون محترمة، ما يكونوا أنه كتير عم يخدوا طرف من ميلي أو من ميلي تاني. سو كل شيء عندي أنا عم بعطيهم إياه، وهذا الشيء بخليني أحس أنه حتى لو ما أنا وصلت يمكن أنا اللي كنت بمحله أنا وصغيرة، بعدنا عم جرب عم بعمل شيء إيجابي بهذا العالم. تعقيبا بس على اللي قالته نادين، انا بوافق انه التنازلات مش دائما بتكون جسديه او شيء خاصه بمبادئ. يعني انه انا مثلا بمجال الموسيقى كثير كنت لازم اقدم تنازلات على الكلمه اللي عم غنيها، لانه يوم كلمات الاغاني مثلا كثير نحن مجتمع سي سيد. يعني حتى بالاغاني للاسف مثلا طالعه موضه جديده من المغنيين الشباب يغنوا كلمات انا بسمعها، يعني بسكر الراديو ما فيني. وحتى البنات انه كان لازم غني انه انا عم بنهار بدونك وانا ولا شيء ومدري شو، لا معلش طولوا بالكم شوي. وعلى قصه دور الحروب، يعني انا مراه سوريه، يعني اولا واخيرا انا كيف بعرف عن حالي، انا مراه سوريه. واليوم كمان اكيد في استغلال لصوره المراه وفي استغلال لسوريا، انه الحرب كمان يلا بتبيع انه نحن ضحايا، لا نحن مش ضحايا، نحن ناجين ونحن اقوياء. ودبل يعني بتصير المسؤوليه مضاعفه عن اذا مراه وسوريه. يعني فمهم كمان نختار شو يعني شو بدنا نغني. هون كمان تحكيتي عن المبادئ، انه شو كتير لها علاقة بتختاري شو تغني. الكلمة كتير بتعمل فرق. اليوم يمكن الموسيقى بتسرع بتوصل أسرع شيء، يعني العالم كله بتسمع أغاني، فكتير مهم نركز على الكلمات يمكن قبل اللحن. نحن اليوم بمجتمع كتير لازم ينعمل فيه تغيير وينعمل فيه فرق. وبس أخيرا على التمويل الجماعي، مش $1,000,000 أكيد، وإلا ما كنت يعني، هي كانت $25,000 وانا وصلت للهدف، وكله راح على اول غنيه ما بين تسجيل وتصوير. ومن بعد رجعت بلشت من الصفر، بس كان عندي هذا الراس مال المعنوي اللي كان عندي اول غنيه، فقدرت اعمل حفلات. ومن بعد كل كونسرت هيك المصاري شوي طن بالمضموره، وبعدين عملت البوم. بس هي وبس نهايه، عقبال ما نشوف انه يصير في عنا وراء كل امراه عظيمه امراه، لانه برجع بقول كثير بنحطم بعض، وكثير في يعني بدل ما نتمنى النجاح لبعض احيانا بنكون احنا سبب فشل بعض. فعقبال ما يصير في وراء كل امراه عظيمه رجال ونساء. وراء كل امراه عظيمه ضيعه بكامله كلهم. للي عملت performing arts، yes، انت كنتي لابسة عوينات انت وعم تحكي هلا، اوكي بس تتأكد انه انت، برافو عليك. نو بس تتأكد انه انت، لانه حفظت انك لابسة عوينات. برافو عليك، انا بهنيكي على هالجرأة. واكيد لازم تعملي الاشياء يلي انت بترتاحي فيهم، وكل واحد منا لازم يكون مرتاح بيلي عم بيعمله وما يأذي غيره. هيدا مبدئي بالحياة. مشان الاشياء بالreligion، if you're interested, I've written an article called Dancing Without My Body, and I address issues of religion. Dancing Without My Body, try not to forget it. You know, it's impossible to dance without your body, but read it, you might be interested. فهمت علي ولا بترجمون؟ اوكي اكسلنت. ومشان الدموزيل اللي ورا يلي حكيت عن انه men just need to get over it، مش كل ما مرة تحركت فيها شيء جنسي.
And thank you all very much للحضور وللمحبة. شكرا لكم جميعا. تأخرنا حوالي نص ساعة على الغداء، فالغداء رح يكون من الوحدة لاثنين، وعلى الساعة 2 ببلش البرنامج من جديد. باتريسيا، كارين، نادين، فايا، نادرة، شكرا جزيلا. اللي عنده أسئلة تانية معهم رح يكونوا موجودين، رح ندعيهم كمان على الغداء بالكافيتيريا معنا إذا حدا حابب. شكرا لكم.